في نفس السياق شفت لك تصريح في فيديو بيتكلم على حسين الشحات. كان الخبر بيتكلم في انه دكتور نفسي لحسين الشحات علشان يبقى يتم تهيئته للمباريات بما انه مستواه مش هو المستوى المنتظر منه مع الاهلي. فقلت انه لازم دكتور نفساني بسبب اللي عمله او تصريحه مع عن شيكابالا. فسرت ازاي تصريحه عن شيكابالا؟ عنصري. ده من ضمن العنصرية اللي موجودة ضد شيكابالا. ليه؟ ممكن تشرح لي؟ عشان مفيش ابدا لعيب كورة في العالم كله، وانت عارف ان انت بتقابل شيكابالا وعارف انه زميلك بتقابله في المنتخب، واعتقد ممكن تكونوا بتلعبوا مع بعض خماسي، وفي الاخر تخرج تقول وهو يعني المفروض ان شيكابالا بالنسبة لحسين قيمة كبيرة. كابتن من كباتنه طبعا. بالظبط. يعني مهما اتجريت ان انت تقول حاجة لازم تبقى، يعني انا مش عايز اقول ان دي تبقى مش موجودة اساسا في اختياراتك، لكن لما يتذكر شيكابالا وانت موجود في برنامج لازم تقول افضل حاجة. هو فعلا بعد ما اتقال اسم شيكابالا لما ذكر خلاص على العلن اتكلم عليه بانه لاعب قيمة كبيرة وانه اسم كبير. انت مش هينفع تهني على شايف ان هي مقصودة؟ تقييمك ليها بوضوح شايف ان هي مقصودة ولا ممكن يكون التسلسل بقى بالمونتاج خلى الشكل كده زي ما الناس ترجمت؟ انا ما اتفرجتش على البرنامج كله فما اعرفش، يعني انا عرفت ان بعد كده اعتقد ان حسين قال ان هو قيل اعتذر، انه حصل اعتذار بس انا ما شفتوش ولا حد. ففي الاخر انا شفت حاجه مرئيه وما شفتش الاعتذار اللي قاله حسين، فبالنسبه لي هو ما اعتذرش. فتكون مقصوده او مش مقصوده الحقيقه انا مش عارف عندها كتير ولا هشغل بالي بيها، لاني حاجات يعني سخيفه وانا قلت انا قلت على الموقف ده قلت ان لو فعلا النادي الاهلي جاب له دكتور نفساني الحقيقه لازم بعد اللي قاله، لان هو لازم يراجع نفسه. لو كانت التصريحات طبعا تفسيرها زي طبعًا ما الناس فسرتها بالشكل ده، لكن بالكلام عن الاهلي، الاهلي بيلعب في افريقيا، وصل للسيمي فاينل، بيلعب يوم الجمعه مباراه مع نهضه بركان في السوبر، فده كله بيؤدي الى تاجيل مباريات. وصل الفرق بينه وبين الزمالك لخمسه في الدوري، والزمالك وصل ل 13 نقطه، فالأهلي إذا فاز في مؤجلاته هيكون في القناة.